انتظمت الدراسة في جامعة السمنود والتي تضم 6 كليات تكنولوجية جديدة أنشئت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة. وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، وتشمل تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الملابس الجاهزة. ويعد هذا العام هو أول عام دراسي بجامعة سمنود التكنولوجية. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور منتصر دويدار أن الجامعة تقدم أهم الخدمات التعليمية للطلاب في البرامج الثلاثة التي تتواجد داخل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة. رؤية جامعة سمنود أن هي تطلع خريج يكون يواكب احتياجات سوق العمل المحلية في المنطقة، وبما أن سمنود والمحلة من أشهر الجامعات أو أشهر الأماكن لإنتاج المنسوجات وإنتاج الملابس الجاهزة، فعلشان كده عندنا تم فتح برامج في جامعة سمنود، منها تكنولوجيا الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعة الغذائية. طلع خريج عندنا متميز يواكب سوق العمل. المنطقة عندنا محافظة الغربية معروفة بالمصانع الملابس الجاهزة، عندنا برضو الطلبة الموجودة، احنا أول سنة موجودة عندنا الطلبة، قسم الملابس الجاهزة الموجود، عايزين نأهل الطالب الموجود عندنا. أقسامنا مختلفة زي التصنيع والديزاين موجود، وعندنا قسم الجودة والبترول، وعندنا قسم في الحاسب برضو. طبعا هو مسار تعليمي جديد في مصر بيعتمد اكتر على الجدارة، دايما بننزل ورش وزيارات تعليمية. طبعا الهدف من انشاء الجامعة انشاء تكوين خريج قادر على الانخراط في سوق العمل. طبعا احنا وصلنا ليفل كويس جدا، كل ده من شرح الدكاترة وكده، والمعيدين بيتعبوا معانا جدا وبيبذلوا معانا مجهود كويس جدا ان احنا نوصل ليفل كويس. هنا التعليم نسبة العملي 70% والنظري 30، العملي متغلب اكتر على النظري، وشغالين على النقطة دي. وبرضو عندنا شوية مشاكل في اللغة برضو شغالين عليها، وهنا باذلين مجهود كبير قوي معانا، وبالذات في التدريب والعملي. وفي يومين عندنا هنا في متخصص في الاسبوع ان انا بروح مصانع نتدرب، احسن من ان انا اكون بالقلم والورقه، ان انا مجرد ان انا ماسك قلم ورقه بدرس، ما انا مش فاهم انا بتعلم ده ليه. احنا بنتعلم وبنروح نطبق ده في المصانع وبنتدرب.